شكون نوض الفتنه في هاد العائله؟ واش صحابات الغدارات او العجوزه اللي كيقولوا عليها سحاره، ولا اللويسات السوسات، ولا الضره اللي من نهار اللي جات وهي كضر، ولا الراجل الاناني، ولا الولاد اللي ولدتهم من الكرش وما لقى فيهم خير؟ كل واحد دار ضربته. هاد الفيديو هذا غنقول لك شكون اللي شتت هاد العائله. اش اخباركم احبابي؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ونهار جديد. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو هذا، وان شاء الله قريبا نبدا ندير لكم روتينات، لان هذا الشيء هذا كيملل. انا ضروري خصني نهضر، خصني نعبر، خصني نخوي قلبي عليكم، نهضر معاكم، كنرتاح لكم وعزني عليا. ولكن يوميا هذا الموضوع، هذا الموضوع هذا كيطلع في الراس. راه ديما هذه الجمله كنقول لكم انا اللي بديت، ياك دوك اللي غتقولوا لي ما هذا ما هذا، سيروا 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 اصلا نقول لكم حيدوا ابوني، نتوما ابونينش. مهم خوتي خواتاتي، هاد العائله هادي راكم شفتوا المشاكل اللي وقعوا لهم، وكنتمنوا جميع الناس اللي عندهم قنوات ياخذوا دروس. انا كنقول كنشوف من غير الشركه ومن غير هادي وهذا وهذا وهذا، وملي قصدت صحابات الغدارات غير حيت كيقولوا الناس صحابات الغدارات، حاشا باش يكونوا صحابات الغدارات. صحابات لا كانوا غدارات انا ما غطوليش معاهم، راه كتعرفيها كتغدرك من الاول، اللي غدار غدار وغتصيفطها بحالها. المهم انا كنشوف على ان المتتبع هو سبب هاد الروينه هادي. كنقولها وكنتحمل مسؤوليتي. المتتبع، واحد الفئه كبيره من المتتبعين هما اللي وصلوا هاد العائله لهاد الشيء هذا. ديري 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 عندك يدون نوض، ديري ديري، وهما الاخرين كيقولوا لهم ديري 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 ديري، واصحاب القنوات ديري وديري وديري ودارو ديرو ودور. اقسم لكم يمينا هاد الشيء اللي وصلوا ليه سعاد اللي كانوا كيعيروها وكيقولوا لي. انا دابا هاد الفيديو دا نكون محايده، ماشي زعما تقولوا لي الحق جيتي من سعاد ولا نضرب الحق. داكشي اللي كانوا كيضحكوا على سعاد بيه وكيقولوا لها انت كتهضري وكديري وكتبقاي في التليفون، السريعه صدقات كثار من سعاد. السريعه الاخبار اللي ما تقدرش سعاد مسكينه تجر تقولهم، السريعه كتقولها لدوك القنوات اللي كيضلوا دايرين اللايفات وكيباتوا دايرين اللايفات، كيضلوا وكيباتوا. السريعه الديتاي ديال الديتاي قالتو لهم. والفيديو اللي سدات فيه السريعه البيت بالساروت فاش كانت غادا مسافره، اللي سداتو بالفيديو لان القنوات اللي معاه قالوا لها سدي بيتك، سدي بيتك وبغينا نشوفوك سد البيت. فهمتوني؟ هاد الناس هادو غيبقاو، هاد المتتبع هذا ولا القنوات، ديري ديري شكايه، خرجي هادي جاوبيها جواب رد رد جواب، هو اللي خلى هاد العائله هادي شملهم غادي وكيتشتت. حنا اي نعم حنا عارفين القصه الاوليه، القصه الحقيقيه هو العجوزه بقات كتخلوط تخلوط 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 وتعمر وتشارجي توصلت من هاد الشيء. والويسات السوسات اللي كانوا كيبكيو على خوهم نهار تزوج، بحال تقولي عزري اول مره غيتزوج، كيقولوا بنتي بنوت، ولكن الولد ما عادش كيقولوا عليه. المهم عزري يلا مزوج وكيبكيو عليه، وعارفين مولات المشعل هي اللي جات وشعلت العافيه في اليوتيوب وشعلت العافيه الله يستر في العالم كله. مولات المشعل هذيك هي اللي فتنات الفتانه، هي اللي دارت هذا الشيء كله. ولكن حتى المتتبع عنده واحد الدور كبير، كيبقاو يسولوا شي اسئله، كيبقاو يضغطوا على الناس. بحال دابا حنايا انا كنهضر المتتبعين ديالي كنحترمهم ولاهم كل احترام الحب والتقدير. حباباتي الغزالات ديالي كنحمق عليكم، وانا ملي كنقول كنحمق عليكم انا راه ماشي من داك النوع، ما كنعرفش كاع نبقى نزوق الهضره، ولكن كنقول لكم هذاك الشيء اللي كنحس به. ماشي بحال داك النوع ديال المتتبعين ديال السريعه، وكاين واحد المتتبع من طرف السريعه كيجي لسعاد. لا دابا مثلا سعاد ملي كيبدا يحنق قلبه على بناتها وملي كيشوفوا غيكون الصلح، لا وياك بنتك هادي وياك هادي، بقاو جبدوا موضوع زين المحارم، وبقاو يزيدوا يجبدوا وجبدوا 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 وجبدوا. واخا حنا دابا هذاك الموضوع ما كنبغيش ندوي فيه، ولكن حنا نهضروا نفتحوا واحد القوس قصير ونسدوه. وحنا كاع واخا يكون هذا الشيء هذا كاين، نقولوا كان ياك المحكمه قالت براءه، اذا السيده حنا براءه ولا ماشي براءه، ومازال ما عرفناش الاستئناف شنو فيه، براءه كان ما كانش ماشي شغلنا، كتبقى بنتها، كتبقى هذيك بنتها ضحيه، واخا عرفات ولا ما عرفاتش شكون كان مول الفعله، كتبقى بنتها ضحيه وكتبقى بنتها وكتبقى دائما بنتها. عباد الله راه بنتها، بحال دابا سعاد فاش دار داك الفيديو كتبكي على 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 فاطمه الزهراء. شنو نقول لكم؟ طلعوا في ديك المنصه وطلعوا في اللايفات والفيديوهات وهادي وهادي، وكيقولوا لنا على طول والله عليك كيعيروها. قالوا لها انت ام، انت كتاجري بناتك وبين بناتك. ويلي ويلي على كتاجر بناتها، وراه بناتها هادوك، راه بناتها، راه السريعه اللي عندها تجاره في البشر
راح تمشي بناتها، ولكن سعاد راها بناتها تحطهم وتعاود تحطهم وتصورهم وتصور معاهم، كاينش مشكل بناتها وكينعلو فيها وكيقولوا لها انت ما توحشي لا بناتك لا والو، انت من باغي لا بناتك لا والو، انت ام وانت ام وانت ام وانت ام وانت ام وانت ام. شوفوا انا بالنسبه لشي ناس كنحترمهم كيكتبوا لي من الطرف الاخر بكل احترام، انا اللي كيسب واللي كنحس به حيوان، حيت الحيوان الفرق ما بين الانسان والحيوان، وخا الحيوان بزاف على كاين شي بنادم والله الا الحيوان بزاف عليه. المهم هو راكم عارفين الفرق ما بين الانسان والحيوان. المهم هذوك كنسميهم حيوانات اللي حقاش كيجيو كبو السم ديالهم والكبت ديالهم بواحد الطريقه خايبه، فهذوك ما كندويش معاهم، انا كنهضر مع المتتبع ديال الطرف الاخر اللي بعقله واللي مؤدب ومربي ومراقي. دابا اختي هاد السيده هذه كتقولوا عندها اخطاء وسهام، راه كيمشيش في الاول شنو دارت وكان عندها مشاكل وكان عندها ومع اختها وادي وادي وادي. واخا اختي نقولوا هادشي كله كان، واخا انا كما كنقول لكم والله ما بقيت حفرت اللور وما عرفتش شنو كان واقع شحال هادي، ولكن نقولوا هادشي هذا اللي كتكتبيه ليا شحال من مره فري، نقول مشي معاك انا في الخط. واش اختي ملي كنغلطوا والله كيغفر لينا وحنا ما نسمحوش؟ وهاد السيده كاع نقولوا دارت اخطاء شحال هادي، ونقولوا هاد السيده دارت اخطاء ديال العالم، راه كتبقى ام. انا كنهضر انا ملي تناقشي معايا ناقشي معايا من ناحيه الامومه، كتبقى ام وكتبقى خاصها تجمع مع بناتها، كيبقاو دوك البنات راه دائما غيبقاو يحسوا بالنقص ويحسوا باي حاجه خايبه، يحسوا بالنقص بالحقره بالتعاسه بالحزن، حيت بعادين على امهم. هذه الطبيعه البشريه ما تقدريش تحيديها، يعني الا شفناهم واحد النهار مع امهم بالعكس عوض ما نخرجوا ونعاودوا للمتتبع، كان ها نرجع للمتتبع اللي ديت بيه الفيديو، عوض بتقعد تقول لها منافقه شوهتي بنتك درتي بنتك، خليو الغدا بيطفى وخليو الشيطان ينعل راسو ولا يتنعل ولا ما نعرف كي كيقولوا ليها، خليو الغدا بيطفى وخليو الماء منين يدوز وخليوهم ينعلوا الشيطان، ورا الدنيا دايزه لا الاعمار بيد الله ما نعرفوا شكون يموت واش الصغير ولا الكبير. يعني مثلا هذيك السيده غدا ولا بعد غدا طرا لها شي حاجه ولا الله يستر البنات طرا لهم شي حاجه يا ربي اللي كتبها عليهم، غيبقاو دائما مساكن يبقاو معلمين وغيبقاو ومن غير نقولوا حنا يا ربي طول لهم العمر كاملين، وغدا ولا بعد غدا راه غادي راه تيرا. شوفوا المجتمع راه ما كيرحمش هذوك الدريات، غيبقاو دائما يتنمروا عليهم، مفارقين مع امكم درتو مع امكم درتو مع امكم هادي مع امكم، وهي وكذلك في ما تلقى مع شي مضره جمعتي مع بناتك لا باقي، وتبقى عاوتاني تطيح الدموع وتبكي وحالتها حاله. امالكم على هذه الحاله هذه شنو كنديو حنا من غير ذنوب؟ وقسما بالله العلي العظيم الى هذا العالم الاحمر هذا اليوتيوب هذا يخصك تكون باترون وتكون شلاهبي وتكون مقطع لك الورق لا بغيتي تطلع، قسما بالله العلي العظيم شي الفيديوهات انا اللي كنعطي النصائح بحال هكا وكنضرب هكا كاع ما كيطلعوا، انا عاجبني قال لهم ما يطلعوا. المهم كنجي كنتقاسم افكار مع المتتبع، المتتبعين ديالي الله يخليكم لي الغزالات ديالي كيعطوني حتى هما الراي ديالهم، كنهضروا كنفوج كنرتاح كنرتاح ملي كندوي معاكم. داكشي علاش قررت عاود ما نبقى جالسه دائما هنا ونبقى داويه معاكم، من هنا نقدر نمشي للكوزينه نطيب نطلق الكاميرا ونهضروا ونتحتوا فهمتوا ونناقشوا مواضيع من غير هذا الموضوع. هذا الموضوع هذا طلع في الراس حنا الا كان فيه جديد ضروري غناقشوه، ولكن الا كان ما كاين لا جديد لا والو راه صافي الملل، راه بنادم مل المتتبع راه يا. دابا غنرجعوا نقولوا دوك الناس الله يهديكم عاود ما تبقاو تكتبوا التعاليق وتبقاو تضغطوا على هاد الطرف ما يكونش الصلح، وتضغطوا على الطرف الاخر حتى هو ما يكونش الصلح، شنو كتستافدوا نتوما من غير الذنوب والتفرق والتشتات؟ والو هادشي اللي كتستافدوا. النعله النعله كتنزل، حشومه خليوهم خليوهم يديروا ما بغاو، خليهم يديروا ما بغاو، خليهم عطوهم وقت عطوهم وقت على وعسى يكون صلح، راه الصلح زوين راه الصلح الصلح خير. باش نبقى نقول لكم نهضر لكم على الصلح عطوهم وقت. المتتبع اللي من طرف السريعه عندي لكم واحد الميساج وغتسمعوني وتلقاو ودنيكم، وواحد النهار غتجيو غتقول لي والله الا عندك الحق، كتحيدوا الطاقه ديالكم كتعصبوا كتمرضوا كتبكيو لا ما تصرفيش عليه ما تشريش ليه لا مارك ما ديريش ما تعطيش الفلوس سري على قدك جمعي دوي الزمان. الفيديو اللي من وراه كدير لكم ضد، كتقول لكم وراه طلب مني نصيفط ليه الفلوس وخصني نمشي باش نصيفط ليه الفلوس وخصني دايما كطيحوا هو في الفخ، كضرب عصفورين كدير جوج ضربات في ضربه او دراني خصني نعطيه وراه طلب مني وقال لي ودرت ليه ودرت ليه وانا وهز المسؤوليه وخصني نخلص المدرسه وخصني ندير وندير 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 باش عاوتاني دوك المتتبعات يبقاو مساكن صاعرين ايوا لا وعلاش وكيديروا لك فلوس وما كتسمعيش الهضره، راه هي كدير خليف تعرف هذاك هو البوز ديالها، هي هذيك هي طريقه هاد الخدمه كتضحك عليكم والله العلي العظيم حتى كلشي يضحك
والنهار الاخر في الحلقه الاخيره غتقولوا لي فعلا سهام كانت كتضحك علينا ديك السيده. والله العلي العظيم كون بغيت انا نطلع على الناس ونضحك على الناس، راه الانسان كل نهار يعاود الافلام اللي كيوقعوا ليه الحقيقيه، راه العمله فين نوصلوا. ولكن لا، حشومه بقاو تعطيو الطاقه السلبيه للناس، تخرجوا قتلتوا الناس دمرتوهم. والله العلي العظيم الا قتلتوا الناس بالطاقه السلبيه وبالكذوب وبالسعايه وتشلهبيتوا، السيده عاد شرات الدار وما عادش كتقول لهم انا ما عنديش، خصني نمشي، خصني ندير. والله حتى كضحك عليكم، كيبقاو يقولوا لها ما تخلصيش ليها البنت الناموسه، الناموسه الصغيره ما تخلصيش ليها المدرسه، ما تخلصيش ليها اختي المدرسه. ياك اختي ما تخلصش ليها المدرسه، ايوا. وعلاش نهار الاول جابتها وقالت لها انا غادي نضربك بكاشك، والنهار الاول قالت لها بناتك غيبقاو معايا هنا، بناتك ما غيمشيوش، بناتك حيدتهم ليك. دابا تحمل المسؤوليه، هي بغات تهز المشعل وتهز العائله. يلا كملي اختي، الله يسخر. حتى لهنا غادي نقول لكم الاراء ديالكم كتهمني، التعاليق ديالكم كنحمق على فاش كنقراها، كيعجبني الحال وليت كنقرا كلشي وكندير لكم القلوبه كاملين. الله يخليكم ليا، ما تنساو